السلام عليكم أيها تلاميذ السنة الثانية متوسط. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي ندير لكم الفرد الثاني بليس مراجعة. بسم الله على بركة الله نبدأ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون هنايا هذه conversation between مهدي and mom. هذا حوار يدور بين مهدي والأم. مهدي, what are we having for lunch, mom? شغدي ديرنا الفطور أما. Mom, we are having couscous for lunch. ما هجت لها غادي نديرو الطعام في الفطور. مهدي, I really like it. أنا حقا نبغيه. So, what do you need? إذن, ماذا تحتاجين؟ Mom, I want you to get me half a kilo of carrots, potatoes, and tomatoes. I also need whole chicken and a lamb leg. قلت له جيب لي كسمو راني محتاجة نص. قلت له راني باية carrots, potatoes, الجزر, potatoes, بطاطا, and tomatoes, الطوماطيش. I also need a whole chicken. راني باية chicken كاملة, دجاجة كاملة, and a lamb لك وشويه من لحم تاع الفخد تاع الكبش. مهدي, مام, anything else? ماكش حاجه واحده اخرى؟ قالت له مام, yes, I forgot a lot of apples and oranges if you can. قالت له نسيت بزاف التفاح والتشينا والبرتقال إذا قدرت. قالها مهدي أوكي نو بروبلم. صحة ما مكاش مشكل. بو هنايا كي قريناها نروحو دروك للتاسك 1. I read the text and write true or false. نقراو التكست تاعنا ونقولو صحيح أو خطأ. مهدي's family is having couscous for dinner. اسكو لا فامي تاع مهدي, عائلة مهدي, غادي دير طعام for dinner في العشاء؟ هنايا شوفوا having for lunch يعني we are having couscous for lunch في الفطور. صافي falls انا قال لك مهدي loves couscous. اسكو مهدي يحب الكسكس يبغي الكسكس؟ قالها قلت له couscous for lunch, we are having couscous for lunch. قالها I really like it. قال انا حقا نبغيه يعني true يبغي الطعام. His mom wants four kinds of vegetables. اسكو مه راهي باغية ربعة تاع انواع تاع الخضر vegetables. انا قروا معايا تن carrots واحد, potatoes زوج, and tomatoes ثلاثة. صافي هنايا fours مشي four three. هنا قال لك I read the text and answer the following questions. نقرأ التكست تاعنا ونجاوب على الأسئلة. What is Mehdi's family having for lunch? شرعهم باغيين يديروا الفطور عائلة مهدي. شنقولوا؟ نقولوا Mehdi's family having for lunch couscous. هذيك لاغي what is Mehdi's family having for lunch couscous. هنايا what is his fruit shopping list؟ شاولة القائمة تاع الفواكه fruits. نقولو his fruit shopping list is apples and oranges. اوكي ومن بعد قالك does مهدي love couscous؟ مادام كاين does يعني ماكوش تشوفو سمحوني. مادام كاين داز يعني شورت اور شورت كويتشن يعني داز ولا دو كي تكون كاينه نديرو يس اور نو كويتشنز. داز مهدي لوف كوسكوس نديرو يس. هي يعني على مهدي هي داز وبس. دوك نكتبهم ونرجع لكم. اجابه تكون كالاتي مهدي's family having for lunch couscous. لولا هنا
his fruit shopping list is apples and oranges. وهنا يا does مهدي love couscous? Yes, he does. Okay. قلنا yes or no question. كي يكونوا does ولا do. ولا did. Okay. I read the text and complete the following table. نقرأ التكست ونكمل التابلو تاعنا. I read the text and I complete the following table. مهدي's shopping list. هذه القائمة تاع المشتريات شا غادي يشري مهدي. Fruit. واش غادي يشري fruit؟ عندنا apples and oranges. Okay. Vegetables. شا عندنا؟ عندنا carrots. الخضر. Vegetables هي الخضر. Fruits هي الفواكه. Carrots, potatoes and tomatoes. Okay. والميت شا عندنا؟ عندنا whole chicken and a lamb leg. Okay. دوك نكتبها. إجابة تكون كالآتي. شوفوا. Fruits, apples and oranges. Vegetables, عندنا carrots, potatoes and tomatoes. والميت عندنا whole chicken and lamb leg. Okay. And I get like, I read the text and find the synonym and the opposite of. غادي نقاو synonym والopposite. Okay. And I get like much hate. شوفوا هنا يا much يعني بزاف. هنا يا much هي a lot of. A lot of. Lot of. ولا كاين إذا كاين many نديرو many. هنا ما كاش many. Okay. Hate يكره. Hate يعني هادي. Like. وهنا يقول لك I underline the correct answer. I want. هنا نسطرو على الإجابة الصحيحة. Okay. قال لك I want شوالا. شوفوا نديرو ميني ولا ماتش شوغا. تبعوني. شوغا اسكو حاجة كونتابل ولا انكونتابل. يعني حاجة معدودة ولا غير معدودة. أنا نقول لكم حاجة. شوغر هي حاجة غير معدودة. كيفاش حاجة غير معدودة؟ ما تقوليش كيلو سكر زوج كيلو سكر. لا. اسكو هادوك الحبات تاع السكر يتعداو؟ لا. صافي هادي انكونتابل. شو انكونتابل نام يعني اسماء الغير قابله للعد. وهذه الاسماء الغير قابله للعد تمشي مع ماتش ما تمشيش مع ماني. غادي نعاود نقول لكم نشرح لكم ماتش وكاين ماني. تبعوني. هذه ك كيسموه ك مراجعه خفيفه. ماتش كي تشوفوا السكر شوفوا هنا كي تشوفوا الشوغا ديروا ماتش. كي تشوفوا كوفي زيدو كوفي. كي تشوفوا تشيز زيدو واتر الماء ماشي معدود اسماء غير معدوده. ماني ماني ما تقوليش غادي نعدو. انا ما تقوليش نعدو هما هكا تحفظهم براسك. ماني ميلك ميلك هذه الاسماء الغير معدوده نديروها معها ماتش. ميلك نديرو تايم زيدو تايم تي لاتي شاي زيدو شوكليت حفظوهم حفظوهم شوكليت زيد وعدنا يا ربي تايم هادو هما. والماني والماني عدنا باي اكزامبل ابلز اورانجز بوتيتوز. شوفوا دقوا فيها الاس كثريه اكس صحيح راكم معايا ولا لا. اكس هادو نديرو معاهم ماني وهادو نديرو معاهم. هنا كاين شوغا شوغا تمشي معاها ماتش. شنو نقولوا؟ اي وونت ماتش شوغا. اي وونت ماتش شوغا. اوكي نروحوا حفظوهم هادو خواتاتي وليداتي بليز. ذير از five apples ولا there are five apples. مدام جمع نقولو there are five apples مشي there is وحدة مفرد. there are جمع. he needs carrots اسماء معدودة. شنديرو مع
ماتش ولا ماني؟ هيا قولوا لي. ديروا ماني كما قلت لكم، ماني اللي فيها الاس اللي تتعد، اللي تتعد حبه زوج ثلاثه كاروت تتعد، نديروا ماني بليز بليز. حافظوا معايا هادو، حافظوا معايا هادو اللي فيهم الاس دائما اللي معدوده، هذه الاسماء المعدوده وهذه الاسماء الغير معدوده. بليز هنا قال لك there is not any some water، شندير؟ شوفوا any نديروها مع السؤال، مع السؤال، ونديروها مع الإجابة، مع الإجابة بالنفي، إجابة بالنفي، يعني ما كاش ديك الحاجة تدير نتايا any، صحيح؟ هذا مكان شنقولوا there is not any، there is not نفي، ما نديروش there is not some water، there is not any water. اوكي هنا في النفي، النفي كاين not، دير لي any، والسؤال تقول لي are there any water، is there any water، is there any water، ديري any water في السؤال. اوكي بليز any حفظوها في السؤال والاجابه بالنفي، صحيح؟ are I reorder the following words to get coherent sentences. يا الله استغفر الله. قال لك هنايا salt الملح، how much there is، شنديرو؟ نديرو how much salt is there، how much salt is there، ناخدو نكتبو هكا how much salt is there. اوكي هنا قال لك how are how many question mark fix and there، شنو نديرو؟ how many fix، ها شوفوا هنايا much، اش قال لك salt تاني ديرها مع هذا salt، راني نسيتها salt ما يتحسبش كيما sugar، sugar والسولت، اوكي ديرها مع الماتش. هيا اش نديرو؟ how many fix are there، شوفوا كي تكتب how many fix are there، هاي تبان صعيبة، ناخد الوقت. I put the following words in the right column، غادي نديرو هنايا هادو ال words في ال right column، هذا clear L وهذا dark L، هذا L رقيقة كلير يعني رقيقة، وهنايا دارك يعني مفخمة. هنايا تل كاين زوج في الأخير، كي يكونوا كاين زوج في الأخير قولها مفخمة، تل كي تكون في الأخير دائما مفخمة، وكي تكون في الأول دائما تكون رقيقة. لايك ما قلناش لايك قلنا لايك. ميل مغلظة باسكو راهي مع الأخير، شوفوا كي تكون مع الأخير ديها ملغمة، وراهي في الأول لاف. أوكي كي تكون في البداية هذا سهل، في البداية هنايا، كي تكون في الأخير هنايا دارك يعني مفخمة تفخمة. دروك نروحو write an expression. Your mother's friend wants you to wear her letter son to ask about some different things to buy. قال لك مك مت صاحبك هبايا تهضر مع ولدها تهضروا على تاع الشراء والبيع. اوكي ask questions to the following answers، غادي نتايا تاسكي غادي تسال وعلى هادو الاجوبه، صحيح؟ خليكم وقت، اي نروحوا تشوفوا هنايا. قال لك yes there are some carrots، مادام قال لك yes يعني short question باش تبدا غير هنايا تلقى الجواب، شنقولوا are there شوفوا هذه الاولى are there ماشي some، شنو قلت لكم كي تسالوا واش تقولوا any، are there any carrots، are there any، قلع some في الجواب تقول لي some، بصح في السؤال دير لي any، are there
any carrots. تكون بعد نكسبها. نقولوا yes there are some carrots. Okay. وهنا يقولك there are five carrots. يعني غادي تسقسي شعل كاين من الكروطة من الزروضية. شو تقول له؟ How much ولا how many؟ كاين S. شو قلت لكم؟ شوفوا هنا. ديروا many ولا much؟ ديروا هنا S. many. شو نقولوا؟ How many carrots are there? How many carrots are there? مشي there are. Attention. Are there? Question mark. أنا نقولوا there are five carrots. Okay. بعد يقول لك هنا yes there is some milk. انت يا كي جاوبوك بالصوم انت شا تقول قلت لكم any. شا نقولوا is there any milk? اسكو كاين شوية حليب. Is there any milk? Okay. تقول لك yes there is some milk. There is some milk. وهنا قال لك there is 10 liters of milk. شا نقولوا how many. ما نقولوش how much. How many letters, how many letters of milk is there? دايما. How many letters of milk is there? Okay. حنا نديرو there is there. بس انت تقلبها في السجاوة وتقول there is 10 letters of milk. Okay. وهنا يقلك yes there is some cheese. قلنا كاين some. السؤال شي يكون جاوبوني توما تقولوا تشوفوا توما شي نقولوا is there some is there any cheese صاي is there any cheese قلت لكم في السؤال ديروا any والجواب some سهلة مهلة is there any cheese ديروا yes there is some cheese وهنا الجواب قال لك there is a lot of cheese There is a lot of cheese. شنديرو. How many ولا how much? Cheese هو مع السكر ومع الملح والقهوة والماني والتايم. هذا uncountable. يعني ديرو how much. How much cheese is there? How much cheese is there? There is a lot of cheese. تكنكتبهم ونرجع لكم. هاو هاد ولادي كتبتها لكم. نعاود نسقسيكم. ونجاوبهم. Are there any carrots? Yes, they are. There are some carrots. How many carrots are there? There are five carrots. Is there any milk there? Is there any milk? Is there any milk? أنا درت هذي. واه. Is there any milk? علي درت دار. Is there any milk? Yes, there is some milk. How many liters of milk? How many liters of milk? There is 10 liters of milk. ما تقوليش milk. حرص تقولي milk باللي الآخر. كي عيطوا له. واش كاين هنايا letters. كاين لترة. صافي. There is 10 liters of milk. Okay. Is there any cheese? اسكو كاين تما قلت لكم دائما كي تسقسوا ديروا اني تشيز تقول yes there is some cheese شوف كي تسقسي بالاني تلقى الجواب بالصم شوف اني تقاسم صاي ركزوا غايه how much cheese is there شحال كاين تشيز ها تشيز دائما نديروا how much باسكو ما يتعدش ما تقوليش كيلو زوج كيلو لا تشيز يعني هكا ما انكومتابل ماشي معدود Is there? نقولوا there is a lot of cheese. أتمنى وليداتي كو فهمتوا معايا وركزتوا معايا وحليتوا معايا المواضيع وما تنساو تنساونيش ولادي من صالح دعائكم اخواتاتي تاني ربي يحفظكم وما تنساوش ديروا دعموني في القناة تاعي وديروا لي جام وبارطاج ودعموني تاني تشتركوا في القناة التانية ان شاء الله ربي يحفظكم وليداتي حظ موفق للجميع ربي ينجحكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته